إليكم شرح تولي النار لعمل الجاج بطريقة المندي على عند أهل غزة، وإليكم الرجل الطيب أبو صالح. تفضل أبو صالح. يا أخوك اليوم عندنا أكلة غزوية نعمل باسمها المشهور المندي، نولع الحطب في برميل في الأرض. أيوه. ومنقزم الحطب عند الشباب غاز هني. وبعد ما يجمر الحطب ويصير فحم في البرميل، منجيب الدجاجات بعد ما نبهرهن وبعد ما نظبطهن. ولدي أسألك سؤال. تفضل يا عمي. مين متى بتحطها؟ وقتيش بتحطها على الدجاج في النار؟ بعد ما يجمر الحطب يصير فحم في قاع البرميل. حطه هني. قديش وذو في البرميل؟ تشحل حالك تولع النار، ولما يجمر الحطب من ساعة على ساعة. طب تقدر تعرف على الشباب اللي بتقزم؟ مين هم الشباب هذا اللي بتقزم؟ الأخ عون اللية، أبو محمد الحديدي، سفيان الزبدة، هذول.